ولكن الله بين محبته لنا لانه ونحن بعد خطاه مات المسيح لاجلنا. بحبك مثل ما انت، بحبني مثل ما انا بحبك مثل ما انت، وهي المحبه بصراحه صعب نطبقها يعني لما ذكر كورنثوس الاولى 13 هذا التفصيل المحبه اعتقد نحتاج لنعمه. نحتاج للمسة إلهية وهي اللمسة بتيجي عن طريق قبولك للمسيح عندما تتوج المسيح ربا وسيدا على حياتك وتقبله كمخلص وتعيش له يباركك يبتدي يملأك بالروح القدس روح المحبة وبفيد في أحشائك محبة أنك تقبل الآخرين وتصل وتنمو في هذه المحبة إلى درجة أنك تقدر أن تحب مش بس الآخرين تحب الأعداء الذين يقاومونك ويضطهدونك ويلعنونك كل يوم أنت عم بتصلي رب يباركهم ويا يجذبهم إلى محبته وإلى معرفته كل انسان بحب المحبه اي دين بدون محبه اي انسان بلا محبه انسان فارغ دين فارغ لا يحتاج الا لمسه الرب يسوع المسيح ربي يباركك خليني اسمع منك الى اللقاء